الله يمسيكم بالخير يا الربع، ومعاكم علي بينوي بحلقة جديدة من الفلبين. واليوم نتكلم عن موضوع بيت العزاء في الفلبين. طبعا من عاداتهم في الفلبين تختلف كليا عن عاداتنا كمسلمين. طبعا احنا لما يتوفى عندنا كمسلمين الميت بندفن بنفس اليوم او بعد ساعات من وفاته، بعكس الفلبين. طبعا الفلبين العزاء عندهم غير ومختلف جدا 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 عن، وطريقة الدفن مختلفة جدا جدا عن المسلمين. طبعا هنا بالفلبين، لان الفلبين اغلبها كدولة مسيحية، طريقة المسيحيين بالدفن مختلفة زي ما قلت لكم جدا. طبعا بالفلبين بيحطوا الميت في تابوت. طبعا قبل ما يحطوه بتابوت ودنيا هاي السالفة، بودوه على مكان تجهيز الجنازات او مكان تجهيز الجنازات. طبعا هناك بفوتوا الجثة، وبعد هيك بيفتحوا البطن، بيشيلوا المصارين، بيشيلوا الاشياء هذه، وبيسحبوا الدم من او بيصفوا الدم من الجثة. طبعا بعدين بيخيطوا مكان الجرح اللي عملوه الدنيا هاي، بعدين بيغسلوا الميت وبيغزوه ابر تعيد التحنيط، وبعد هيك بيعملوا له مكياج وبقصوا له شعره اذا كان له لحية ولا شيء، بيحلقوا له اللحية تعيده. طبعا هذا كلياته بيتم في دار تجهيز الجنازات عندهم، وبعد هيك بحطوه بتابوت. طبعا التابوت بيختلف سعره هنا بالفلبين، يعني تبدأ أسعار التابوت من 20,000 وصاعد، يعني في توابيت بتصل سعرها ل100,000 في الفلبين حسب نوع الخشب المصنوع منه التابوت. وطبعا بالفلبين بعد ما يأخذوا الجثمان بالتابوت بيجيبوه على بيت المتوفي أو في صالة، أو بتكون في صالة الجنازات بتسمى، هاي بتكون في بعض المقابر بتكون موجودة في صالات الناس بتأجرها في حال إنه ما عندهم مش مكان في بيتهم إنهم يحطوا الجثة. تلاقيهم بيحطوها وين؟ الدار، في صالة بيستأجروها للأموات. طبعا زي ما قلت لكم الجثة بتضلها في البيت بالتابوت تقريبا من 2 أسبوع إلى 3 أسابيع، بتظلها موجودة في البيت. وبعد هيك بودوها على المقبرة بآخر يوم لإلها، يعني مثل احنا حاليا عند الجماعة هذيلة، بكرة رح يتم الدفن. يعني يصلها الجثة تقريبا من الحين تقريبا 10 أيام تقريبا، وبعد هيك بكرة راح يودوها جنازات. طبعا العزاء هذا بالفلبين مكلف جدا جدا جدا، مكلف جدا على اهل المتوفي، غير تكلفة القبر والدنيا هاي كلياتها اللي بتوصل تقريبا بين 80 إلى 120، هذا بس القبر والدفن، هذا غير فترة العزاء اللي في البيت، تكاليف الأكل والشرب للناس اللي جاية كل يوم الصبح والظهر بالليل، وغير الراحة الناس ما بترتاح بالنومة بتظلها، ولازم من عرفهم انه لازم في حدا يظلوا صاحي في البيت جنب الجثة، يعني ما يناموا الكل، ما في حدا بينام، بظلهم صاحيين 24 ساعة بال24 ساعة. طبعا بيقسموها بينهم شفتات بتضلها. على العموم العزاء زي ما قلت لكم مكلف جدا، بعكسنا احنا كمسلمين وهذا مختلف جدا، مع انه هنا مكلف بالنسبة لنا كدفن كمسلمين، هنا مكلف على سبت ايش شو المكلف فيها. المكلف تكاليف العزاء، الناس جاية، الاكل، الشرب، حتى هان الحلويات، الكيك
والمشروبات الروحية الموجودة، البير والدنيا والأشياء كثيرة كثيرة كثيرة، تظلها طول فترة بيت العزاء شغالة 24 ساعة بال 24 ساعة. يعني زي هذا الجماعة بكرة في عندهم اللي هو بيقولوا بيرد، بودوا الجثة للمغبرة. وطبعا قبل ما يعني اختم الموضوع هذا، طول ما الجثة موجودة في البيت بيجي القصيص او ناس هذيل اللي بدار الجنازات بيجوا بيعتنوا بالجثة، يعني بيزبطوها بينظفوها، اذا في اشياء هيك عليها ولا هاي بينظفوها بيضبطوها كل يومين كل يوم بيجوا. طبعا هذا كله تكاليف يعني. وطبعا ولما يكون في موعد للدفن خلاص قرروا الدفن زي هذول الجماعة بكرة، بيعملوا عشاء كبير بيعزموا الناس، بيجوا الناس بتودع الجثة. طبعا بكرة بتكون طوابير سيارات رايحة على الجنازة بتودع الميت. طبعا بيجي القس وبيجي دنيا بيصلوا على الميت وبدعوا له بالرحمة وانه يدخل الجنة، وبعد هيك بتم الدفن. بعدين الناس بترجع عند اهل الميت العزاء بيعزوهم بودعوهم وخلص كل ناس بتروح على بيتها. بس حبيت اعطيكم فكرة اليوم صغيرة عن موضوع العزاء في الفلبين. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير، وان عجبكم المحتوى حطوا لنا لايك، وان ما عجبكم حطوا لنا ديسلايك ولا يهمكم، ما راح نزعل منكم. وبس يعني طبعا هذا اخوها في الكويت. طبعا في هنا في بيكون في دفتر للناس اللي بتيجي بتعزي وبدعموا لاهل الميت دعم، طبعا زي ما هيك انتوا شايفين. بس يعني هذا الوضع الحال الموجود في الفلبين ودار العزاء. طبعا انا حابب اتكلم كمان عن موضوع العزاء وتكاليف العزاء. في حال انه الواحد كان وضعه الاقتصادي او وضعه فقير، يعني فقير جدا، بتلاقوا ايش البرنجاي نفسه هو اللي بتكفل بتكاليف الدفن، بيدفع لاهل المتوفي 30,000 بيسو. وطبعا غير الأسر المقتدرة بتكون بتدعم أهل المتوفي عن طريق البرنجاي بتكاليف الأكل بشكل يومي طول فترة العزاء والدنيا هاي. وكثير من الناس توفوا هان، وحضرت أنا كذا عزاء قبل، ويمكن أنتوا كنتوا تشوفوها الشورتات واللي كنت أحطها قبل على موضوع العزاء. كان في ناس اللي بالوضعهم على الله، وهذا يعني كان البرنجاي هو اللي يتكفل بكل اشي، وبعد ما يدفنوا وبعد ما كل اشي. وحتى في بعض المرات البرنجاي بيعطي بعض الاسر المحتاجة ولا هاي، بتلاقيهم بعد الدفن وكل اشي بيعطوهم 30,000 ويمكن اكثر، بيكون دعم. هذا بيكون من اسر مقتدرة او عن طريق الجمعيات الخيرية الموجودة في هذا الموضوع. بس أنا حبيت أورجيكم هالفكرة وأعطيكم هالفكرة عن موضوع العزاء وشلون العزاء بالفلبين تكاليفه. وطبعا هذا موضوع العزاء والبرنجاي بيدفع عن طريق للمسلمين وكذلك للمسيحيين، كل يعني الاثنين ما في فرق بينهم. بس حبايبي.